اعمل ايه يا رب؟ انا كان لازم اساله من دي، لازم اقول له جايه ليه. نفسي اتكلم بقى، نفسي اصرخ، نفسي حد يحس بيا. وحتى لو اتكلم هتكلم اقول له ايه؟ يا رب يا رب. مستوى العيلة مش قد كده. ها، انت كنت عارف انه متجوز؟ اوف كورس. وما قلتليش ليه؟ في المستوى ده مش عيب عندهم الواحد يتجوز اتنين، وكنت عارف ان هو هيقولك. امه ست غريبة قوي، انا خفت منها، بس مراته شكلها طيب وزي القمر. يا فاري يا حبيبتي، انت اللي لازم تحسمي الامر وتاخدي قرارك. هتجوزه حتى لو كان على ضر. مبسوطة على الأقل، ما كذبش علي. ودي حاجة تستخبى، بس عايزك تفتكري ان انتي اللي خدتي القرار بنفسك من غير اي ضغط مني. مش عارفة ليه لحد دلوقتي، مش يمكن عشان خاطرك؟ انا قلت كده برضه، بس انا بقى عندي شروط. شروط يا حبيبتي زي ما انتي عايزة. وهو قال لك كده؟ لا، عنده حق في دي. ماشي. لا حفظتها. فانسي فانس فانسي. طب انا مضطر اقفل دلوقتي عشان انا داخل على لجنه. باي باي. رخصك. رخصك رخصك. بطل غلاسه وقولي مين اللي كانت معاك دي. مين اللي كانت معايا فين؟ مين؟ الغندوره السايحه اللي رحت جبتها لنا وعملت لي فيها مرشد سياحه وعمال تفرجها هنا وهنا، وقال ايه في الاخر روحتها. انت قصدك على ميس فريده. ايوه، ده دي اخر سايحه موجوده عندنا في مصر، وعشان كده لازم اهتم بيها واخد بالي منها. انا عرفتك عليها. ايوه، مين ميس فريده؟ خطيبتي. باي فانسي. في ايه يا اخويا؟ فرنسي. ايه علمتها لي باللغات؟ في منها؟ ده انا لسه كنت عند حنتومه. حنتومه؟ حندومك اللي انت لسه بتروح عند البنت الدجاله دي؟ غلط كده يا شو. انت اكيد بتهزر مش كده؟ اكيد عايز مصلحه من البت دي وبعد كده هتخلص منها، وانا طبعا معاك زي ما هنجيب رجل التانيه ونخلص منها مش كده؟ تانيه مين ورجل مين؟ انت وريني. يا نهار ابيض حراره. كم مرة قلنا بلاش تشاش ساعة ونخرج في الفسحة؟ فسحة ايه؟ منه مجنون ومكر صور لك قتيل في البيت ده. ليه كده يا شراني؟ أنا زعلتك في حاجة؟ أنا زعلتك في حاجة. طب ليه؟ أنت عايز إيه من البت دي بالظبط؟ الجواز إن شاء الله على سنة الله ورسوله. طب واللي بينا؟ بينا؟ بينا إيه يا مرات الخال؟ مرات الخال؟ دلوقتي بس يا اخويا افتكرت اني مرات الخال. والشقة اللي على المحارة، والفرش اللي هنفرشه سوا، والهجاجان اللي هنهجه مع بعض. ايه ده 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 ايه الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ مش انت اللي خدتني من ايدي ووديتني؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ادي اخرة مشيك وانت نايمة. ادي اخرة المشي وانت مش بتمشي وانت نايمة برضه، ولا انا فهمت غلط؟ اللهم اشفي مرات الخال، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي كل مرضى الاسلام. تعالى هنا كلمني. بنت انت؟ انا اسمي المعلم خميس. الكلام اللي بتقوليه ده طير فيه رقاب. احنا صعايده. كل اللي اقدر اعمله لك اني اعمل نفسي كاني ما سمعتش. فاهمه؟ ونصيحه مني يا شوق، ما تخلينيش المحك تاني. معقول يا ابو سنه الايام هتتكسف على دمها وترجع تضحك لنا تاني؟ انا مش قلت لك خميس ده وش الساعه من يوم ما خرج والايام بتخلع توبها الاسود
والفرح عرف طريق بيتنا. دي فرحانة بالبيت ولا بالجواز يا حاجة؟ فرحانة بالحق اللي رجع لأصحاب. كرامة؟ كرامة مال؟ حد دسلها على طرف؟ والضرة اللي انت عجبها تقعد فوق دماغها وتفكرها كل ساعة والتانية بعجزها وخراسها. كلامك مش مريحني يا أبو سنة. البيت أصلها صعبان عليا يا حاجة، مهما كان دي أمانة في رقبتنا برضه. أبو سنة مش حاجة يا حاجة، أنا بس عايز أقولك إن عظم التربة له علينا حق. مش هنفتش في قديمه. لا قديمه ولا جديده، خلاص عادش فيه فايدة. أنت ليه عايز تطفي فرحتي؟ أنا مش عايز أطفي فرحتك ولا حاجة يا حاجة، أنا بصح بس اللي مات جواكي قبل ما يفوت الأوان. أنا خايف لا فرحة زي دي تنسينا إحنا مين ونبقى إيه لبعض. إحنا إخوات والدم اللي بيجري في عروقنا واحد وروحنا متشعلقة في بعض. اوعى تنسى الحقيقة دي يا أبو سنة. أنا ما نسيتش يا حاجة، بس الظاهر أنت اللي نسيتي. نسيت إيه؟ نسيت إن أبو كرامة يبقى أخويا وأخوكي. مالك يا شو؟ انت مش سامعني؟ مالك في ايه؟ راحت عليك يا جلوفة. مين؟ ها زفتك. ها؟ علي صوتك مش سامع. تقولي ايه؟ انا رمانة يا خميس. رمانة؟ اوعى تقفل السكة في وشي. في كلمتين مهمين لازم اقولهم لك لمصلحتك، وبعد كده مش هتشوف خلقتي تاني. لا مش هينفع في التليفون. انا هطفش يا خميس ومش راجعة، بس قبل ما امشي ليك مصلحة عندي اقولها لك، وبعد كده مش هتشوف وشي. قابلني عند قبر ابويا وامي. انا هستناك، ما تعوقش. يلا سلام. الله عليكي يا ابله، ده انا والمصحف الشريف صدقتك. ايه الحلاوه دي؟ ايش طيب يا بت، اقعدي انت هنا واستنيني. طب ما تاخديني معاكي ابقى كشافك في الضلمه، الدنيا بقت ليل وما عادش امان يا اختي. ما تخافيش عليا، اعملي انت بس اللي بقولك عليه. طب خدي بالك على روحك. سلام. ربنا يكفيكي شر طريقك. خلاص يا مطرة، اللي عشت طول السنين اللي فاتت مستنيها هيحصل، وعايز الغريب هناخده من بكره. انت ناوي على ايه براء؟ افندينا خلاص بح، هنكتب له شهاده خروج من الدنيا الليله. هتقتله؟ هاخد دور اخويا، مش ده اللي انت مستنياه؟ بس ايه؟ مالك مالك اتخذت كده؟ انا حتى قلت انك هتفرحي. لا 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 ولا حاجه، بس خايف عليك. ما تخافيش يا مطر، ما تخافيش، انا مش راجع غير ولما انا فندينا مغازله جديد دول عشان نقرا الفاتحه.